والنبي ما شفتش واحده سكرانه وهتموت من السكر. ايوه يا استاذ. شكرا. يلا فز قدامي قول. ايه يا استاذ؟ لما قلت اصل الفوت مساء الخير. الفوت مساء الخير. ايه؟ هي فين؟ هي مين؟ شاهيناز وديتوها فين؟ تعبت وروحوها. استمرار حياتها يساوي المعجزة. حبها للحياة هو اللي حقق المعجزة لغاية دلوقتي. الرقابة الطبية ضرورة حتمية. هتعمل ايه يا وحش؟ شاهيناز طولت أول مرة دي يا وحش. وحشتني. وحشتني وحشني السهر. بعمل ايه؟ بضطر انام طول الليل عشان اقدر اسهر بالنهار. حرام عليك، ربنا يخليك. استني كمان 3 اشهر ويجي الدكتور فكري. ها؟ انا ونعناع عملناش الا انت وربنا. أشكرك إزاي؟ ده أقل من الواجب. كل اللي عملته ده وأقل من الواجب. يا ترى هعرف أرد لك جمايلك؟ العفو أستاني، أنا مش ست هانم. أمال حضرتك إيه؟ أنا واحدة ست عيانة وأنت خففتها. شاف ربنا ست عيانة. يا سلام، أنا فرحانة فرحانة أوي أوي أوي. لا 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 لا، بلاش حكاية فرحانة أوي دي، عشان دي بتخش في باب الانفعال. إذا كنت فرحانة سيبيني أنا أزغرط لي، وإذا كنت زعلانة اتحرق دم اللي خلفوني أنا. للدرجة دي؟ وأكتر من كده، بس تخف بالسلامة. يعني أنا أستاهل ده كله؟ لو تعرفي، حياتك عندي أغلى من الدنيا. ده أنا من غيرك أعيش بنص دين. الله، كلامك حلو، قوله تاني. المهم مش الكلام، المهم الفعل. يا ترى لو خفيت حابه اشوفك. انا ما استغناش عنك ابدا يا هاني. طب لو قلت لك نفسك في ايه تطلب ايه؟ فرخ. فرخه بس؟ اصل الفرخه عندنا معناها معناها ايه؟ معناها يكسف. لا، هو يكسف ويفرح. طب معناها ايه بقى؟ معناها انا هقول لك. هو لما بيجيبه في السحلقه على فسحه، واخد بالك؟ ولا بلاش؟ انت هتقول ولا ازعل وانفعل؟ لا هقول، معناها الجواز. الجواز ومش عايز تقولها؟ دي الكلمه دي لو كانت هتموتني كفايه اسمعها منك واموت. كلمه ايه يا ست هاني؟ كلمه الجواز. انا ما طلبتش ست هاني الا فرخه. الفرخه بقت ملكك يا فهمي من يوم ما ردت لها حياتها. ايوه بس انا كان قصدي، لا مش قصدي، هو انا كنت فاكر يعني، مش وانا لما مش فاكر حاجه خالص. انا فاهمك، انا لما اسال هم لما جم جو اصل انا كنت عايز، انا مش عايز حاجه. انا فرحانه اني لقيت الشخص اللي يحافظ على حياتي. يا ست هانم انا تمام، ارجع لقد حالي. المهم الحب.